الروايات. مرة أخرى برحب بكم كل مشاهدينا الكرام، وبنلقاكم مشاهدينا على هذا الموضوع المهم، وهي إحنا دلوقتي بنحيي أيام عيد الأضحى المبارك، ودائما الأعياد بتيجي بعد طاعات، والطاعات المصاحبة للأعياد هي من أعظم الطاعات. مثلا زي عيد الفطر المبارك، قبليها بيبقى يعني ركن من أركان الإسلام وهو الصوم، صوم رمضان. وهذا يعني أو هذه العبادة ربنا سبحانه وتعالى لم يفصح عن درجة الصائم عنده سبحانه وتعالى، وقال أنا أجزي به، يعني ما فيش درجة معينة نقدر إن إحنا نقول إن لو صمنا كذا لينا كذا، لا ما فيش، مع إن كل العبادات ربنا سبحانه وتعالى عشان يرغب فيها قال أفضليتها إيه ودرجتها وثوابها إيه إلا الصوم. أيضا كمان من أعظم العبادات الحج، وسلوك هذه المسالك الصعبة اللي هي دلوقتي بقت سهلة ولكنها لسه أيضا كمان فيها صعوبة أيضا كمان. يعني كل اللي دي عبادات الحقيقة راقية وسامية، ومحدش بيقدر إن هو يجتهد فيها إلا إذا كان في قلبه أو قلبه كله على بعضه مفعم بالإخلاص. العبادات كلها بتحتاج إخلاص، ولكن العبادتين دول بالذات المرتبطين بالأعياد الإخلاص بيكون ما بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى مش محدش يقدر إن هو يطلع عليها أو يشوفها أو أي حد يجاهر بها. فالحقيقة هذه المناسك العظيمة سنتوقف عندها مع ضيفنا الكريم اللي نورنا دلوقتي في استوديو الحصاد، فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار، وكيل الوزارة للمعاهد الأزهرية ورئيس الإدارة المركزية بمنطقة دمياط. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة. وأنا مش عارفة إحنا النهاردة ممكن نتكلم نقول إيه، يعني من كتر ما في هذا اليوم من حاجات روحانية ومشاعر إيمانية وبهجة أيضا كمان، الحقيقة الواحد مش عارف يقول إيه فضيلة الشيخ. نعم، خليني أخذ من المقدمة بتاع حضرتك الجميلة اللي انت قلتيها، والمقارنة اللي هي بين عيد الأضحى وعيد الفطر وبين رمضان وبين ذي الحج. في الحقيقة هذه المقارنة مقارنة واقعية، ودائما العيد يأتي بعد أن يذوق الإنسان حلاوة الطاعة. يعني شهر رمضان ويمكث رمضان ويأتي العشر الأواخر من رمضان، فيهم الاعتكاف، فيهم قرب، فيهم ليلة القدر، ثم بعد ذلك يأتي العيد لكي يشعر الإنسان بفرحة العطاء من الله عز وجل، ويذوق حلاوة الأنس من الله عز وجل. فرحة عيد، فرح. ثم يأتي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وفيهم يوم عرفة، كما أن العشر الأواخر من رمضان فيهم ليلة القدر، فإن في العشر الأوائل فيهن أيضا يوم عرفة. ولكن الفرق بين يوم عرفة وبين ليلة القدر أن ليلة القدر هي ليلة، وأن الله أخفاها لكي يجد الناس في العشر. أما يوم عرفة فهو معلوم، ويوم عرفة هو يوم يبدأ من الفجر اليوم التاسع وينتهي بفجر اليوم العاشر، يعني مش ليلة بس ليلة القدر. ولذلك قالوا أن يوم عرفة أفضل من ليلة القدر، اللي الناس كلها بتسهر ليها وتعمل مطلوب، لكن ليلة عرفة أكثر بكثير. جبت الكلام ده منين؟ أولا أن ليلة عرفة، أن يوم عرفة معلوم، كل ليلة في العام، كل يوم يبدأ الليل ثم النهار. نعم. يعني ليلة 8 يبقى الليل وبعدين النهار ينتهي يبدأ الليل التاني. إلا يوم عرفة اليوم الوحيد الذي يتبعه الليل، النهار يتبع الليل على عكس الأيام كلها. فيبدأ من الفجر وينتهي بفجر يوم 10. فالإنسان عنده وقت طويل جدا وهو معلوم، بخلاف ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله من غيرهن، اللي هي ليلة اللي هي العشر الأوائل فيهم ليلة اللي هي فيهم يوم عرفة، قالوا حتى ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه لم يرجع بذلك بشيء. طب إيه الفرق بينه وبين ليلة القدر بقى بالحديث اللي انت قلته لنا ده؟ ليلة القدر احنا قلنا انها بتعدل
حوالي 83 سنة واربع شهور عبادة. طيب دي بقى ايه الفضل بتاع يوم عرفة؟ الحديث قال ان هي افضل من الجهاد في سبيل الله. طب ربنا عمل ايه للمجاهدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعد الله للمجاهدين في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ده المجاهد. طب وسيوم عرفة والعشر؟ لا افضل من. يبقى العطاء كثير والعطاء جزيل. في ليلة القدر الملائكة تتنزل، الملائكة فيها في ليلة القدر. في يوم عرفة يتنزل الله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجماله وكماله. ده ربنا سبحانه وتعالى. في يوم عرفة الله عز وجل يباهي شعثا غبرا ضاحينا جاءوا من كل فج عميق أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. ليه؟ لأن الله عز وجل جعل الحج فريضة لكي ينتفع بها الحج أم ينتفع بها الله؟ ينتفع بها الحج. نعم. والآية صريح وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق نافع لهم. الحج كله منافع، كله منافع للحج ولغير الحج، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. إيه هم الأيام المعلومات؟ قالوا الأيام اللي هم العشرة الأول من ذو الحجة. وفي أيام معلومات وأيام معدودات في الحجة. الأيام المعلومات دول. طب والمعدودات؟ ربنا قال واذكروا الله في أيام معدودات. إيه الأيام المعدودات؟ اللي هي يوم 11 و 12 و 13 اللي هي أيام الرامي. طب إيه الأيام المعلومات؟ من 1 إلى 10. فربنا قال كده، قال ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. طيب يا مولانا أنا سمعت من حضرتك كلام جميل، قلت إن بتيجي الطاعة وبعدين الإنسان في معنى كلامك يفطر وبعدين يجي العيد وتيجي الطاعة وهكذا. فعلا ده صحيح. الإيمان كموج البحر يعلو ويسكن ويهدأ ثم يعلو. طيب أنت يعني جبت لنا الكلام ده منين يا مولانا؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى أقسم في كتابه الكريم قال والفجر وليال عشر. والفجر وليال عشر. الليالي العشر دولت الراجح ان هم العشر الاول من ذي الحجة. نعم. طب ايه علاقة الفجر؟ ايه علاقة الفجر؟ ربنا سبحانه وتعالى دي بداية القسم بالفجر وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقسم بما شاء. لان الانسان عندما يقسم على شيء فهو مظنة يعني العظمة في ذلك الشيء. نعم. ده الإنسان، ولذلك الإنسان لا يقسم إلا بالله، لا فيش أعظم من ربنا عندنا. لكن الله عز وجل هو الخالق يقسم بما يرى فيه أسرار عظمته فيقسم بالفجر. الفجر بقى إيه قصته؟ الفجر دائما يأتي بعد ليل. بعد الفجر يأتي بعد سكون. نعم. الفجر يأتي بعد هدوء. ثم يأتي الفجر فيستقبل الإنسان النهار بجد ونشاط وحيوية. فإذا ما جاء الليل سكن وهدأ، فإذا ما جاء الفجر مرة أخرى استقبل يومه بنشاط وبجد واستعداد للعمل. ودايما تلاقي الإنسان حتى في أول اليوم نشيط وفي آخر اليوم يبدأ يهدأ. فالإنسان عندما كان في رمضان كانت مرحلة نشاط وقوة وشمر عن ساعد الطاعة وقام الليل وتلا القرآن واعتكف وذكر واستغفر وصلى وتحلى بالفضائل وتخلى عن الرذائل وجاء العيد فرح بعطاء الله ثم هدأ وسكن. ثم يأتيه الفجر مرة أخرى. والفجر لإيقاظ عزائم إيمانية. كما أنكم تستيقظون في الفجر للعمل بجد فاستيقظوا لهذه واستقبلوا هذه الأيام العشر بجد كما تستقبلوا يومكم بجد وبجد ونشاط. يوم تيجي بقى المسألة عشان تبين لنا برضو أن في أيام وفي نفحات، ألا لله في أيام دهره نفحات ألا فتعرضوا لها. يبقى الكلام اللي حضرتك قلتيه كلام مطابق تماما لواقع الذي نعيشه.
وأن الإنسان له مع الإيمان أطوار. فأحيانا كلنا نبقى في حالة عالية جدا وقمة من الإيمان وصلاة ليل ودعاء، وبعدين تأتي فترة فيها فطور ويقول أنا زعلان من نفسي، والله أنا بقالي فترة كده كسلان في الطاعة شوية، أنا كنت بقوم بالليل بقالي كذا يوم ما بقومش، وبعدين يستيقظ وينشط مرة أخرى في العبادة والطاعة، فتأتيه الأيام النفحات لكي تذكره وتوقظه من غفلته لكي يستيقظ مرة أخرى ويشمر عن ساعد الجد ويتوغل في العبادة مرة أخرى، حتى دائما وأبدا يكون على مقربة وعلى قرب من مولاه من الله جل في علاه. سبحان الله. فضيلة الشيخ، الحقيقة أنا ببقى سعيدة قوي لما بكون قاعدة قدام يعني رجل دين ولكنه يعني يتحدث في أمور علم مفعمة بالروحانية زي حضرتك ما بتتكلم دلوقتي، ولذلك أنا ممكن أتكلم مع حضرتك عن علوم هي الآن منتشرة جدا، علوم الطاقة، ولكن منبعها القرآن الكريم، منبعها العبادات اللي ربنا شرعها لينا، لدرجة أن الغرب دلوقتي بدأوا يدركوا هذه العبادات ويمارسوها دون علم منهم أن ده نوع من أنواع العبادات عندنا، اللي هي الطاقة الروحية. الطاقة الروحية، نعم. بدأوا يتأملوا، بدأوا يتفكروا ويقولوا ان دي عوامل جذب الكون بيعملها، هما مش عارفين ان لا، مش هي مش كده، هي مش كده، هو رب الكون من يسخرها، لانه هو خلق الانسان محور الكون ولذلك اقسم بالانسان وخلق كل شيء لخدمة الانسان. نعم، الكون كله مخلوق لخدمة الانسان. هذا الانسان هو مجموعة من الطاقة، يجدد طاقته باستمرار لان الطاقة تكتمل وتنفد، يعني تكمل وتخلص، أشبه ما يكون بالبطارية. فبني آدم بيشحن هذه الطاقة بتاعته بهذه الممارسات والشعائر الدينية اللي ربنا أمرنا بيها، ليس له وإنما هي لينا. ومن يعني يهمل في هذه العبادات هو الظالم لنفسه. تمام، هنتكلم عن هذا الجزء وهذا الجزء من الطاقة، وانا عارفة حضرتك هتقدر تفيدنا بيها، ولكن من ظلم نفسه في الأيام اللي فاتت وفاتته فرص كتيرة قوي لشحن الطاقة، حلمه ويحقق إنجازه ويبقى معمر للأرض وهي الوظيفة التي خلق من أجلها بعد العبادة. يا فندم، من ظلم نفسه وابتعد عن العبادة وعن باب المولى سبحانه وتعالى، تقوله أولا خلينا الأول يعني نسأل سؤالا ثم نجيب. مما يتكون الإنسان؟ جسد وروح، مش ده الإنسان؟ جسد وروح، قالب وقلب، القالب اللي هو البدن والقلب اللي هو يعني اللي هو يعني مدار كل شيء في الإنسان. لذلك ربنا يقول أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها، وكأننا نتدبر ونستقبل كلام الله بهذه المضغة العجيبة، قطعة اللحم التي وضعها الله عز وجل في الإنسان التي عليها مدار حياته، لو توقفت ثانية لانتهى الإنسان وصار جسدا بلا روح. هذه المضغة لها أذان، نعم، ولها مشاعر، نعم، ولها لسان أو شفتان، نعم، تنطق أيضا كمان، نعم. فلما ننظر إلى الإنسان تكوينه إيه؟ جسد وروح، تمام. لابد أن يكون هناك توازن بين الجسد والروح. غذاء الجسد فقط ما ينفعش، فكما أن الإنسان يهتم ببناء جسده لابد أن يهتم ببناء روحه، وكما أنه يغذي بدنه هذا المعروف هو الطعام والشراب وممارسة الرياضيات وهذه الرياضة إلى آخر هذه الأمور، خلق ده الروح، ده الجسد. طب ورياضة الروح فين وغذاء الروح فين؟ هنا بقى يأتي حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة
وحلاوة القرب. ولذلك يقول السادة العلماء: من ذاق طعم الإيمان عرف. النبي يقول: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، الإيمان له حلاوة، لكن كما أن الإنسان البدن يتلذذ بالطعام، فالروح تتلذذ بالعبادة، تتلذذ بالعبادة. تقول: أنا مستريح، أنا حاسة كده براحة عشان صليت ركعتين لربنا. ولذلك كان يقول: أريحنا. يعني تجربة كانت موجودة على الفيسبوك، يمكن ما زالت موجودة، شاب أمريكي جاب تسجيل قرآن وشغل سماعات ويشغل، يدي لكل واحد معدي يسمعوا الكلام، هم ما يعرفوش ان ده قرآن، لكن مجرد ما يسمع الكلام يقول له: انت حاسس بايه؟ يقول له: حاسس الكلام ده غريب، انا حاسس ان انا كاني روحي بتصعد، انا حاسس كاني روحي بتصعد، لكن هو ما يعرفش ان ده قرآن. اتعاملها مع اكثر من واحد، وده سر الطاعه وسر الايمان والاعتصام بالله وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يحدث عنده التوازن. الإنسان اللي عنده توازن بين الروح وبين الجسد لا تلاقي عنده اكتئاب، ولا عنده مشاكل، ولا بدنية، ولا مشاكل نفسية. لو طغت المادة اللي هو الجسد على الروح لا تستقيم الحياة. طب لو الروح، طب والبدن هذيل، والله عز وجل يعني يحب المؤمن القوي، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، اللي ضعيف البدن. يبقى الانسان لابد ان يوازن بين الدنيا، بين الجسد وبين الروح، بين الدنيا والاخره. ولذلك لو شفنا كلمه الدنيا في القران ومشتقاتها، وكلمه الاخره ومشتقاتها، نلاقيها متساويه. ما ينفعش ان الانسان يكون رهبانيه كامله ولا يكون متعلق بالدنيا كامل، ولا بد ان يكون وسطا بين الدنيا والاخره، بين يوازن بين الروح والجسد. يعني كده خلاص عرفنا الانسان. ندخل بقى في الطاعه، ونقول للجماعه اللي هم كانوا على معصيه يعملوا ايه. ربنا سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم. مفيش أكثر من كده، أسرفوا. ومين اللي بيقول؟ بينادي من؟ الذين أسرفوا. قال لهم إيه؟ يا عبادي، يا عبادية، لم يخرج العباد ونسبهم إلى نفس، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. مش كده وبس، المغفرة هي المحو. يعني لما نغفر لك دي خلاص هنشيلها، انت عملت كذا وخلاص وانا هشيلها لك، تمام. هي المحو دون الرجوع، لكن دون التذكرة. لا ده انا جاي هنا في جزئية، يعني انا لما سامح حد بس لما يغلط في حقي نفس الغلط بفكره، ولا انا سامحتك بس بفكرك، ولكن المغفره هنا لا. اصل ده تعامل البشر مع البشر غير تعامل رب البشر مع البشر. نعم. احنا مع بعض ما بنغفرش البعض، احنا بنغفر مضطرين. مع ان الله عز وجل يقول: فمن عفا واصلح فاجره على الله. يعني لما اغفر الواحد ربنا اللي هيديني الايه؟ الاجر. ما اناش عايز الاجر من حد. لكن التعامل مع الله عز وجل مع العباد مختلف تماما. طيب انت عايز توصل لايه يا مولانا؟ عايز اوصل ان الانسان الذي كان مسرفا في المعاصي ولم يفعل طاعة واحدة ولم يكتسب حسنة واحدة، لو عاد إلى الله عز وجل، ربنا قال: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو عاد إلى الله عز وجل وتصالح مع مولاه، نادت ملائكة السماء: هنئوا فلانا فقد تصالح مع مولاه. طب الصلح دي إيه اللي هيحصل؟ شوفي آيات سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا يا مولانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى هناك غفرنا،
بس ما عادش فيه حسنة. لكن الفضل هنا قال لا كمان، ده كل السيئات دي اللي كانت مثل الجبال احنا كمان نخليها حسنات. احنا يعني هنقلب السيئات دي حسنات. اي منهج في الكرم يقاس على هذا الكرم يعني؟ يعني ده مفيش يعني. انا يعني سبحان الله، يعني حتى المذنب حينما يراجع نفسه فهو فائز. وشوف بقى ربنا يعني سبحانه نعم يقول ايه، اللهم صل على سيدنا محمد. الانسان بقى لما بيبدا مع ربنا في الصلح بدا في طريق الاستقامه ولا ما بداش؟ بدا طريق الاستقامه اللي هو الطريق المستقيم، اقرب طريق الى الله عز وجل هو طريق الايه؟ الطاعه. خلاص يا رب انا تبت توبه نصوحه، انا همشي في الايه؟ في الطريق المستقيم اللي احنا كلنا في الصلاه بنقول اهدنا الصراط المستقيم. ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه كرامه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. يعني نزلا من غفور رحيم. يعني الانسان عندما يبدا في الطاعه ويبدا في طريق الاستقامه ربنا ينزل له ملائكه عشان تطبطب عليه، تطمئن قلبه، تقول له ما تخافش. انت خايف ليه؟ ما تخافش من القادم ولا تحزن على ما فاتك، لان الخوف يتعلق بالمستقبل والحزن يتعلق بالماضي. انا حزين الواد ما جابش مجموع السنه دي دخله طب، انا خايف الواد ما يجيبش مجموع. يبقى الخوف متعلق بامر لسه هيحدث والحزن على امر قد ايه؟ قد حدث. فهنا تنزل الملائكه تقول له ما تحزنش على اللي فاتك لان ربنا هيبدلهم لك حسنات. وما تخافش من اللي جاي ما دمت على الايه؟ على الطاعه. ملائكه تدير حركه الانسان ما دام على الاستقامه، لكن اذا ترك طريق الاستقامه خلاص. الانسان لما بيجي عايز يتعلم قياده السيارات بيروح يجيب سياره ويركب ولا حد بيعلمه؟ حد بيعلمه. تمام. بعد ما بيعلمه اسبوع اتنين شهر ولاقيه بقى كويس بيقول له ايه؟ اركب لوحدك. طبعا انت بقيت كويس اركب لوحدك. هنا برضه كذلك في الطاعه، الملائكه نازله الاول تدربك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. طيب بعد ما صار في طريق الطاعة وصار من عباد الله الأتقياء الأولياء المقربين المخلصين، تجي الآية بقى الثانية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما عادش عايز ملائكة. خلاص بيقود لوحده بقى. فلا خوف عليهم ولا هم ايه؟ يحزنون. يبقى الانسان اللي هو على معصيه من الان عد الى الكريم. فان تقربت اليه شبرا تقرب اليك ذراعا، وان تقربت اليه ذراعا تقرب اليك باعا، وان اتيته تمشي اتاك هروله. ربنا سبحانه وتعالى منتظر توبتك مع انه في غنى عن طاعتك، لا ينتفع بطاعتك ولا يضر بمعصيتك. نعم. ولكن هو أرحم بك منك، فعندما تقترب من الله عز وجل شبر يتقرب منك ذراع. عليك أن تبدأ في المسير إلى الله رب العالمين، وإن أتاني عبدي هرولة مشيا لأتيته هرولة. الإنسان بس يقترب من ربنا سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، يعني لسه الفرصة سانحة أمامنا، يعني إحنا لسه قدامنا فرصة، لسه هذه الليلة المباركة ممتدة إلى الفجر. إحنا ما إحناش بنحج، لكن إحنا نشاطر الحجاج بعض المراسم العبادية. إحنا هنحيي هذه الليلة بمشيئة الله. الحجاج دلوقتي هم قاطعين شوط إيه؟ فاضل لهم ايه يا فندم؟ تمام. وهذه الاشواط ماذا تعني في فحواها العباديه؟ من حكمه الشارع الكريم انه علم ان قلوب جميع المسلمين تشتاق الى حج بيت الله الحرام، ولكنه علم ان الجميع لا يستطيع، وان الذين سيذهبون هناكم عدد قليل. لو قلنا مصر 90 مليون كم واحد سافروا؟ قليل. فجعل الله عز وجل لنا في كل طاعة وعبادة لهم قربة وطاعة لنا. فهو لا هم هناك يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
ويلبون ويكفرون ويباهي بهم الله الملائكة، جعل لنا صيام. هم يلبوا ويذكروا واحنا نصوم، ما عليهمش صيامهم. الصيام ده يكفر صيام، يكفر ذنوب سنتين. سنة كما قال احسبوا على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية والمقبلة، يكفر ذنوب سنتين كل سنة. لو أن الإنسان طول حياته كل سنة بيصوم يوم عرفة، يبقى كفر اللي قبلها واللي بعدها، كفر اللي قبلها واللي بعدها. طيب الليل بقى ما زال عندنا، هم بيعملوا إيه دلوقتي؟ هم وقت الإفاضة اللي كان واقف على عرفات من الفجر قبل الشروق، من قبل الغروب خلاص وقت الإفاضة خلاص. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هو وقت الإفاضة اللي هو فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. يبقى إن الإفاضة بعد عرفات وعند المشعر الحرام اللي هو موجود يذكروا ربنا سبحانه وتعالى، ويصلوا المغرب والعشاء جامع تأخير في المشعر الحرام. طيب اللي كان لسه لاقي عرفات بقى لسه ما راحش، لسه هيروح دلوقتي او هيروح بعد شوية او هيروح قبل الفجر، خلاص يبقى ده على طول يقف بعرفات، يمكث ما شاء ساعة نص خمس دقايق ثم ينتقل ايضا الى المشعر الحرام. هم مفيش نوم، وينبغي ان احنا نكون كذلك. يعني الحجاج ما بتنامش خلاص، هم من الفجر ما بيناموش بقى الا بعد ما ينتهوا من اعمال اليوم ده خالص، ما فيش نوم. الافاضه يا دوبك المشعر الحرام، يا دوبك يصلوا يقعدوا شويه يتحركوا الى منى، من منى على مكه، الذبح، الحلق، التقصير، طواف، سعي، رمي جمره الكبرى، فما فيش اصلا نوم اليومين الاثنين متواصلين. ويعني سر العطاء الالهي أنه لا يشعر إنسان لا بتعب ولا بنوم. ودي هدية من الله عز وجل لأهل عرفات وأهل المشعر وأهل منى، أن الإنسان يفضل متواصل ورغم ذلك لا يشعر أن النوم عايز ينام ولا يشعر بالتعب. وكثير بياخدوا المسألة دي ماشية، لأن المشي أحيانا بيكون أسرع من ركوب المواصلات. طيب احنا علينا نعمل ايه؟ علينا ان نقضي ما بقي من عرفات وما بقي من هذا اليوم في طاعة الله عز وجل. لا يرى الله منا الا ما يسره، ما يشوفش مننا معصية خالص، ما يشوفش ذنب. كل ما كان يفعله الانسان قبل ذلك من امور ومن اشياء هو يعلم أن فيها معصية الله جل في علاه ينتهي، يتحلى بجميع الفضائل. العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من غيرهن. فكل عمل صالح، صلاة، تسبيح، تكبير، أمر معروف، نهي عن المنكر، إعادة مظالم، توبة، استغفار، عودة إلى الله عز وجل، كلها من الأعمال الصالحة. ناس فقراء بكرة العيد ما عندهمش يد روح يديهم علشان يعيدوا زي باقي الناس، يعني يبحث عن مسكين، يبحث عن مريض، يروح يزور المرضى في المستشفيات ويدخل عليهم السرور، يعني يفعل كل ما يراه فيه الخير وفيه المصلحة لنفسه أو للمسلمين. طب المشهد اللي شفناه النهاردة ده واللي شفناه وقت الإفاضة، إن أكثر ما يقرب من 3 ملايين ينتقلون في لحظة واحدة عندما يفتحوا البوابات مع أذان المغرب، تجد سيل من البشر يذهبون إلى المشعر الحرام. المشهد ده يذكرنا بإيه؟ يوم القيامة. يذكرنا بيوم القيامة، يوم يقوم الناس لله رب العالمين. طيب ايه علاقة الحج بيوم القيامة؟ اولا اشبه ما يكون بزي بالكفن، هو ثوب ليس فيه مخيط، ليس له جيوب، لا يحمل منه شيء، كما انه جاء الى الدنيا ولا يحمل شيء، واول ما جه لفه في حتتين قماش، ما هو خلاص اول ما بيتولد ما بيلبسوش حاجة، حتتين قماش وروح لفينه ويلا خدوه بعد شوية يبقوا شوفوا يجيبوا له ايه بعد كده. فكذلك الانسان عندما يذهب الى الله عز وجل
بات الى الدنيا. طب انت جبت الكلام ده منين؟ بالدليل من القران. نعم. من القران الكريم الله عز وجل يقول: واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه، واتقوا الله. الكلام ده كله عن رمي الجمرات. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. ايه اللي جاب مناسبة الحج؟ إلا أن الله عز وجل يريد أن يلفت الأنظار أنكم الآن حججتم وعدتم يوم لا تعودون فيه يوم تحشرون إلى الله رب العالمين. طب سورة الحج المفروض تبدأ بمشهد من مشاهد الحج، مش بيتكلم فيها ربنا عن سوء الحج؟ بدأت بداية تذكر الإنسان بمشهد تشيب لهوله الأطفال، الطفل الصغير تشوفيه كأنه شيخ كبير. بدأت بقوله تعالى: يا أيها ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ايه هي الزلزلة اللي ربنا قال عليها شيء عظيم؟ الزلزلة هي الهزة التي تستغرق فيتو ثانية بل اقل قبل الساعة، مش الساعة ده بس الزلزلة. زلزلة هو ما قالش الساعة، ده قال والساعة موعدهم بل الساعة ادهى وامر. ده الساعة دي موضوع تاني. اما زلزلة الساعة اللي هي الهزة البسيطة اللي هي تستغرق جزء من الثانية، ربنا قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فضيلة الشيخ، الحقيقة كل ما تقوله الحقيقة يعني احنا محتاجين يوم كامل نقعد نتكلم عن كل هذه التفانيد والمؤشرات أيضا كمان اللي موجودة في هذا النسك العظيم يعني. نعم. ولكن خلينا نتكلم بقى عن شويه حاجات بقى متعلقه بالحج. يعني صلاه العيد لما تواكب صلاه جمعه المفروض نعمل ايه او هيحصل ايه؟ تمام، زي بكره كده. هيحصل احنا هنقول لما تواكب دي هي مواكبه. احنا عندنا بكره صلاه عيد. لسه حضرتك طيب وانت طيب، وصلاه جمعه. يعني دي ليها افضليه بقى يعني ده مؤشر لافضليه لا لا لا, لا ما فيش افضليه لا. ما فيش افضليه، ما فيش افضليه ان هو يوم العيد ياتي يوم جمعه، لم يرد هذا. لكن العلماء الى رايين، لهم رايان. الراي الاول قالوا يكتفى يا بالجمعه يا بالعيد. الراي الثاني وهو الارجح ان احنا بنصلي العيد وبنصلي الجمعة، نصلي الاثنين. الاثنين، وده اللي الكل بيشتغل بيه، مصر كلها شغالة بيه. كلنا بنصلي العيد وبنصلي الجمعة. الفقهاء، وهذا هو الذي تطمئن له. الزيادة في العبادة شيء جميل، لكن لو قلت لا فيها ندم وخسارة. بالظبط. في المزيد مش يحتاط في الاقل. يعني ان كان ده جائز وده جائز خلاص ناخد بالاثنين. لو مفيش مشكله، ما انا زودت الميزان بتاعي، لكن لو طلع ان كان المفروض اصليهم وانا ما صليتش الا واحده، صح، يبقى في هذه الحاله يبقى ده الاحوط. فما عليه الراي والفقه اننا نصلي العيد ونصلي الجمعه. ولكن نقول لاخواننا الخطباء: يسروا ولا تعسروا. يعني خلوا خطبة العيد ربع ساعة والجمعة ربع ساعة، يبقى كأنها خطبة واحدة بس قسمناها على مرتين. إنما تقعدليش ساعة في خطبة العيد وساعة في خطبة الجمعة وإحنا يوم عيد، تخلي الناس طالعة ربما أن صدورهم تضيق منك ومن الدعوة. ولابد أن يكون الإنسان مرغب مش منفر. فعشان كده يعني أوصي كل زملائي أن يخففوا، مدام جمعتين، مدام خطبتين، خطبة في العيد وخطبة الجمعة، فخفف
ربع ساعة هنا وربع ساعة كويس، ربع ساعة وثلث ساعة في الجمعة كويس، علشان اليوم الناس مشغولة بالذبح ومشغولة بأمور كثيرة جدا وعليهم واجبات وعليهم أشياء. ما هي الواجبات دي بقى فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار؟ مع الذبح، الأضحية، عملية التقسيم في حد ذاتها، يعني تمام. هذه التفصيلات يعني. طيب تمام، خلينا ناخد الأضحية بداية. أولا الأضحية لابد أن تذكرنا بفداء سيدنا إسماعيل، ده الأول يعني. ففديناه بذبح عظيم، ودي سنة الله، سنة الخليل إبراهيم. طيب الأضحية بقى لها زمان ولها شروط. من زمن الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد وليس من قبل. بعد أن يصلي الإنسان العيد ويسمع الخطبتين يبدأ الذبح، ينتهي في رابع أيام العيد عند صلاة العصر. يبقى عندي أول يوم من بعد الصلاة كامل، واليوم الثاني كامل، واليوم الثالث كامل، واليوم الرابع إلى صلاة العصر. فإذا ما أذن المؤذن لصلاة العصر انتهى وقت الذبح. طب اللي يذبح قبل وبعد خلاص هي صدقة ولحمة، لكن لا يعتبر أضحية. الأضحية تكفي عن الإنسان ومن يعول، يعني ذبيحة واحدة تكفي عنه وأهل بيته كلهم، مراته أولاده، لو أمه عايشة معاه، لو أبوه عايش معاه، يعني تكفي عن البيت كله في أضحية واحدة. طيب الأضحية دي يشترط فيها إيه؟ أولا لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. إيه هي بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام هي البقر والجاموس، هما الاثنين يعتبروا واحد صنف يعني، الإبل، الغنم، ويدخل فيه المعز. يبقى دي بهيمة الأنعام، نقدر نقول جاموس، بقر، إبل، غنم، معز. ما ينفعش اللي جايب جزء أرانب وضحي بيه نقول له ما ينفعش، اللي عامل ذكر بط نقول له ما ينفعش، اللي جايب ديك ما ينفعش. بعض المذاهب اللي احنا سمعناها والآراء الشاذة يقول لك المهم انك تذبحي أي حاجة. لا، المسألة مش كده. المسألة انك انت مستطيع، هي سنة، مستطيع اذبح، مش مستطيع خلاص. يعني اللي كان بيذبح معتاد الذبح كل عام لكن تعذر في عام، ما مشي أسلها سنة مؤكدة. ولكن أقول لكل إنسان يستطيع لا يتعلل، لا يتعلل. ما دام تعودت أن تذبح وعندك الاستطاعة لا تتعلل. ما تجيش يعني أنت شايف إن الحياة غالية شوية تقول لا بلاش السنة دي، خلي القرشين ينفعوا. لا، لأن أحد الصالحين يقول عوضت الله عادة وعودني الله عادة. عوضت الله أن أتصدق في كل يوم، وعودني الله أن يخلف علي في كل يوم، فأخشى أن أخالفه في عادتي فيخالفني في عادته. اوعى تفهم انك انت بتذبح ما بتاخدش، لا، ده انت بتاخد اضعاف مضاعفة. طب لو ما ذبحتش ما انتش هتاخد. فان خالفت عن عمد وليس عن عذر في عادتك سيخالفك. انت متعود تذبح هو بيديك، ودائما كده كل انسان اللي بيحج يجي يلاقي ربنا معوضه، اللي يعمل عمرة يلاقي ربنا موسع عليه وجايب له الفلوس منين ما يعرفش وبعد ما يرجع يجيبها. اللي بيتصدق انفق عليك. اللي يذبح يلاقي ربنا اللي موفقه ميسره. المهم انك انت تبدا بس مع ربك ويوفقك. انت بتعمل حاجه انت ما تعرفش تطعم نفسك. فانت هو ليس له حيله في اي رزق يساق اليه من المولى سبحانه وتعالى. فلذلك لا في الرزق ولا في وليس له حيلة في شيء. فضلت الشيخ، احنا عايزين نقعد مع حضرتك كتير جدا، مع الاسف احنا مرهونين بوقت يعني. طب ما تديني بس ثانية اكمل الأضحية. طيب اتفضلي. بس الأضحية بس بسرعة كده. طيب. يعني عندي دقيقة مثلا ولا ما عادش؟ ماشي. بسرعة. طيب. الأضحية هقولها سريعا يعني. تمام. أنعام، الإبل ما يقلش عن سنتين، البقر ما يقلش عن سنتين، الجاموس ما يقلش عن سنتين، الإبل ما يقلش عن 5 سنوات، البقرة تكفي عن 7 حد أقصى، لكن يجوز أقل إن شاء الله واحد يعملها لوحده. الجاموس حد أقصى 7،
الإبل حد أقصى 7، لكن يجوز يبقوا 2 3 4 5 1، لكن ما ينفعش 8. الماعز يبقى عن 1، الضاني عن 1، عن أسرة يعني عن أسرة كاملة. طيب طب الجاموس يجوز يا مولانا أقل من 2 احنا ما معناش العلماء أجازوا واستثنوا من ذلك إذا كان عندها من اللحم ما جائز، ما فيش شيء. طب والغنم يا مولانا انت بتقول لنا سنة لا يجوز من الضأن 6 أشهر، ماشي ما فيش مشكلة، لكن الماعز ما يقلش عن سنة. والإبل كذلك يجوز أقل من 5 سنوات إذا كان عنده نفس اللحم اللي هو عند تكون خالية من العيوب، أن لا تكون هزيلة، أن لا تكون عوراء، أن لا تكون عرجاء، يعني تكون سليمة، لأن الله عز وجل طيب لا يقبله إلا الطيب. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا. يا رب يا كريم، أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، نورتنا وأفدتنا، والحقيقة شحنت يعني جزء كبير من البطارية محتاجين نشحنها كاملة. حضرتك هتشرفنا إن شاء الله مرة أخرى. فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار، وكيل الوزارة للمعاهد الأزهرية ورئيس الإدارة المركزية بمنطقة دمياط، شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام انتظرونا فاصل قصير ورجع لكم مرة أخرى. هذا البرنامج برعاية